مقر ببرية شهيد، سلسلة عظات على أناجيل قداسات أيام الصوم الكبير لعام 1981، وعنوانها هجرة المسيح إلى الحياة الأبدية، ألقاها قدس أبينا الروحي القمص متى المسكين. تقع هذه العظات في 7 شرائط. هذا هو الشريط الخامس، ويحوي عظة على إنجيل قداس يوم الثلاثاء من الأسبوع الرابع، وعلى إنجيل قداس يوم الأربعاء من الأسبوع الرابع. بشارة معلمنا ماري لوقا البشير، بركاته علينا أمين. وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد: أتبعك إلى حيث تمضي يا رب. فقال له يسوع: إنا لثعالب أو جرى ولطيور السماء أو قاران، وأما ابن البشر فليس له موضع يسند إليه رأسه. وقال لآخر: اتبعني. فقال: يا رب أنا أذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي. فقال له يسوع: دع الموتى يدفنون موتاهم، وأنت فامضي وبشر بملكوت الله. وقال لآخر: أتبعك يا رب، ولكن إذن لي أولا أن أودع أهل بيتي. فقال له يسوع: ليس أحد يضع يديه على المحراث وينظر إلى الوراء يكون لا أهلا لملكوت الله. الآب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لا زلنا يا احبائي نضع الانجيل امامنا كخلفيه نتحرك على نورها في انطلاقنا على الطريق الضيق، نطلب الغايه والجعاله، نطلب الوطن الدائم السماوي. في هذا الموسم، موسم الصوم، حينما نقدم الجسد ذبيحة بعبادة عقلية أو بعبادة واعية صاحية، نستطيع أن ندرك كل مهام الطريق. إنجيل أمس كان يتكلم عن وكيل الظلم، واليوم يتكلم عن شروط المسيرة أو الانطلاق وراء الرب. في الحقيقة الإنجيلين أمس واليوم بيكشفوا ما وراء هذه المسيرة. إنجيل وكيل الظلم واضح جدا، إنسان أعطي وكالة ولم يكن أمينا عليها بالقدر الكافي فوشي به، فاستدعاه صاحب الوكالة وقال له: سلم وكالتك. فقال في نفسه: ماذا أصنع؟ ثم أدرك في الحال كيف أصنع. ذهب واستطاع أن يتفاهم مع كل مديون سيده، أن يخفض لهم المديونية حتى يقبلوا حينما يقطع رزقه أو يقطع عيشه. في الحقيقة الإنجيل بينصب، حتى المسيح يعني ألمح بوضوح أن لابد أن احنا ناخذ الإنجيل ده كمثل، وقال أن احنا نصنع أصدقاء من مال الظلم حتى يقبلون في المظال السماوية حينما يفنى هذا العمر.
هذه الخلفية اللي وضعها الإنجيل امبارح وهي ذات أهمية كبيرة في حياتنا. في الحياة إحنا الوكلاء، نحن وكيل الظلم، لأن وكالتنا واضحة أمام ضمائرنا أنها غير مستوفاة. أما كون أننا سنستدعى لنضع أو نسلم وكالتنا فده أمر حتمي، في ساعة ننتظرها أو لا ننتظرها سوف نستدعى في الحال في دقيقة لكي ما نسلم كل شيء ونسلم كل ما عملنا خيرا كان أم شرا، ونقف أمام كرسي الديان العادل. في الحقيقة الإنجيل واضح جدا، ولو إن المفسرون وإن المفسرين يعني لم يستطيعوا أن يلمحوا مقصد الرب. الرب بيقصدنا إحنا بالذات، بيقصد تلاميذه. كان المثل المرة اللي فاتت أو الإنجيل اللي فات للتلاميذ، دعا تلاميذه وقال لهم، يعني بيوصف ليهم الطريق الخاص بيهم، ما كانش كلام عام، كلام خاص جدا. فقال اصنعوا صدقة من مال الظلم. في الحقيقة المال اللي في ايدينا، اي مال، المسؤولية اللي في ايدينا، اي مسؤولية، لو رجعنا انفسنا نجد اننا كلنا ضللنا، كل انسان مال الى طريقه، لم يصنع الصلاح ليس ولا واحد، وأغلق على الجميع في العصيان ليرحم الجميع. فنحن محسوبين ضمن وكيل الظلم، وسوف نعطي الوكالة سريعا لأن الزمن يسير بخطى أكثر مما نتصور. فالإنجيل في أمس يوضح لنا أن الحياة التي نحياها الآن ينبغي أن تبتدي من حيث ما انتهى وكيل الظلم. وكيل الظلم أسرع وبدأ يعمل حساب ما بعد تسليم الوكالة. في الحقيقة إحنا ما ينبغيش أن إحنا ننتظر حتى نستدعى فلا يكون أمامنا أي فرصة. قد استدعينا وضعنا أرجلنا على الطريق، ونحن الآن نبتدي فيما انتهى إليه وكيل الظلم. بينبغي أن نفرط في كل ما لدينا وكل ما نملك. العجيب هنا المسيح بيكشف لنا سر من أسرار ملكوت السماوات، سر من أسرار الحياة الأخرى، وهو أن هناك أصدقاء هنا بيتحول لحساب السماء. يعني أعطوا صدقة، بيعوا مالكم لكي يكون لكم أصدقاء يستقبلونكم في المظال الأبدية. مين يا ترى الأصدقاء دول؟ أو في الحقيقة في مواقف أخرى في الإنجيل بيقول أن لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، وحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. فينبغي أن يكون كنزنا في السماء. ما هو هذا الكنز؟ كنزنا في السماء هل هو مال بيتحول إلى هناك؟ طبعا لا. والأصدقاء، من هم الأصدقاء؟ في الحقيقة في تلميح بديع جدا جدا، وهيأتي بعد ذلك في أحد الأناجيل في هذا الصوم، وهو إنجيل لعازر. لعازر المسكين كان على الأرض، لم يستطع أن يحصل حتى على الفتاة الساقط من مائدة الغني، والاثنين رفعوا إلى السماء بحسب مثل المسيح. الغني جلس في أحضان إبراهيم، المحروم والذي حرم من كل متاع الدنيا وجد في حضن إبراهيم، أما الغني فوجد في العذاب. فابتدى الغني يرى من بعد لعازر المسكين الذي شبع البلايا وشبع من ليالي التعب والضيق، وهو ملقى أمام بيت الغني. لم يجد الغني من يطلب أو يطلب معونته إلا ذلك الفقير. تصوروا معي أن الغني ده كان أحسن إلى الفقير. هيجي الإنجيل ده نتأمل فيه جيدا، ولكن كخلفية أمامنا الآن
تساعدنا على إنجيل أمس وإنجيل اليوم. لو كان لعازر استطاع أن ينال شيء من الغني والغني تعطف على لعازر، إيه اللي هيكون فوق؟ كانوا يكونوا أصدقاء. أهدوط الأصدقاء اللي بينتظرونا فوق، من نعطي ومن نبذل من أجلهم هنا بيتحولوا إلى أصدقاء هناك. كل إنسان محروم من محبة، محروم من مال، محروم من معونة، ونمد له يد المعونة، في الحقيقة بيتحول إلى صديق، ولكن صديق هناك مش هنا. في ده مثل الأمس. مثل اليوم بيضع أسس ثلاث للطريق الذي نسير عليه، وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد: أتبعك إلى حيث تمضي يا رب. وجد المسيح هو تلاميذه ماشيين في مسرة، ويعني باحترام شديد كل مكان يحل فيه المسيح يكرم، فبهروا الجوء التي تسير حول المسيح، فأراد أن يكون مثلهم، مظاهر جيدة، مظاهر حسنة، زي المظاهر التي تبدو الآن الذين يأخذون شكل الخدمة. فقال له يسوع: إن الثعالب أوجر وطيور السماء أوكار، وأما ابن البشر فليس له موضع يسند إليه رأسه. في الحقيقة بدد من مفهوم هذا الإنسان الذي يريد أن ينضم إلى المسيح ليأخذ كرامة أو راحة، أن ليس هناك أمان للذي يسير وراء المسيح، ما فيش أمان أرضي، لأن في الحقيقة البيت المنزل يمثل الأمان، الأمان أو الأمن بالنسبة للإنسان. كل إنسان تعبان بيروح البيت يرتاح، يجد من يخدمه، ويجد من يلاطفه، ويجد من يعطف عليه، ويجد من يساعده، ومكان يرتاح إليه، وينام في هدوء، ويقوم في هدوء. لا، المسيرة وراء الرب ما فيهاش الأمان، دي النقطة الأساسية اللي حطها المسيح. فيش أمان، يعني ما فيش مكان أرضي نستطيع أن نلجأ إليه لنأخذ الأمان لأنفسنا. وزي ما سبق وقلت أن احنا نسير في طريق اللصوص، وينبغي أن نعتبر عبورنا وقتي وزمني، ونكون مستعدين أن نترك كل شيء في كل لحظة، بل ونحمل الصليب أيضا. هنا واضح حمل الصليب بس بنوع خفيف. أما ابن البشر فليس له موضع يسند إليه رأسه. لا يوجد أمان في المسيرة وراء المسيح، أمان جسدي، راحة جسدية. النقطة الثانية، وقال له آخر، المسيح بقى قال لآخر: اتبعني. هنا المسيح بيدعو، فقال: يا رب إذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي. هنا كثير وصلتهم الدعوة، ولكن من أجل الواجب ومن أجل الأصول أهملوا الدعوة لكي ما يؤدي واجب منزلي. يقولوا له إيه؟ إزاي تترهبن، أو إزاي تبقى أسيس، أو إزاي تروح تخدم وراء الرب، أو إزاي تسافر بلاد البعيدة وتترك أمك؟ أمك تعبان، أحسن تموت، أو أبوك لو سمع يعيا، أو أخواتك مين يعولهم؟ في الحقيقة المثل الثاني بيقطع خط الرجعة على الذين يفضلون الواجب على التبعية للمسيح. الواجب، ياما الواجب والأصول حرمت كثيرين من المسيرة وراء الرب. أما الشرط الثالث فقال، قال له آخر: أتبعك يا رب، ولكن إذن لي أولا أن أودع أهل بيتي. فقال له يسوع: ليس أحد يضع يده على المحراس وينظر إلى الوراء يكون أهلا لملكوت الله. الوضع الثالث وضع العواطف،
ما قدرش يتبع المسيح مباشرة، ففكر قال طب بس يومين ثلاثة كده أروح البيت أودع بيت، أودع أهلي، أودع أمي، أقبلها وتقبلني. يا ما هذه العواطف حرمت كثيرين وكثير جدا جدا من الذين أرادوا أن يتبعوا المسيح. ظن أنه من المريح لنفسه والمريح لبيته أن يكمل العواطف ويطيب عواطف أهل بيته، فأمسك فيها ولم يستطع أن يخرج منها. هي في الآخر وضعت العواطف، ولكن في الحقيقة حسب خبرتي وما رأيته بنفسي أن العواطف متوضع في القمة، هي اللي حرمت كثيرين جدا جدا من اتباع الرب، مش بس في الانطلاقة الأولى حينما يريد الإنسان أن يتبع المسيح، ولكن على مدى الطريق. كم من مرات تداعبنا العواطف وتجعل الدموع تسيل من أعيننا على أهلنا وعلى بيتنا وأصدقائنا، وتكون نتيجة أن يضيع مننا ملكوت السماوات. قال له يسوع: ليس أحد يضع يده على المحراس وينظر إلى الوراء يكون أهلا لملكوت الله. العواطف البشرية دي من الأرض وإلى الأرض تنتهي، فاللي بيطلب السماء ينبغي أن يقطع ربط الأرض، لا بمعنى أن يكون الإنسان جامد العواطف، ولكن تكون العواطف روحية وليست جسدية. هكذا يضع الإنجيل أمامنا اليوم الثلاث شروط للإنسان الذي يريد أن ينطلق إلى ملكوت الله. ليس أمان ولا أمانة إطلاقا لنا على الأرض في مسيرتنا نحو السماء، وليس علينا واجب أرضي بشري. قال له هنا الإنجيل في الحقيقة بيضع آخر وأصعب الواجبات التي على الإنسان أن يؤديها. ميت في بيت، والميت ده هو الأب، والذي يريد أن ينطلق هو الإبن. فطبعا طلب أن يدفن أبوه أولا، فالمسيح حب يضع المثل الصعب ده جدا لكي يضع لنا المقياس الصحيح لما هو أقل. فالواجب الذي حرمنا ويحرمنا وسيحرم كثيرين من الانطلاق السهل السريع وراء الرب ينبغي أن نضع له حدود. العواطف التي وضعت أخيرا وأنا أضعها أولا هي التي حرمتنا وتحرمنا من أن ننطلق بلا قيود. دود ثلاث قيود يا أحبائي للمرتحلين في طريق ملكوت السماوات: الحنين إلى البيت للأمان أو للراحة، وأداء الواجب بمعنى الرجولة والبروتوكول الذي يربطنا بالأرض، والعواطف التي لا تزال تشد الجسد إلى التراب الذي أخذ منه. لو استطعنا أن نضع الإنجيل ده أمام أعيننا لكانت انطلاقنا سهلة وسريعة في ارتحالنا إلى الوطن السماوي، ولربنا المجد دائما أبديا. فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا مرقس البشير بركاته على جميعنا. وفي ذلك اليوم لما كان المساء قال لهم لنجز إلى العبر، فصرفوا الجمع وأخذوه وهو في السفينة، وكانت معه أيضا سفن أخر، فحدثت عاصفة ريح شديدة وكانت تقذف الأمواج على السفينة حتى أوشكت أن تمتلئ، وكان هو في مؤخرها نائما على وسادة، فأيقظوه وقالوا له: يا معلم أما تبالي بأننا نهلك؟ فاستيقظ وانطهر الريح وقال للبحر اسكت ابكام، فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. ثم قال لهم: ما بالكم خائفين؟ أليس لكم إيمان بعد؟
فخافوا خوفا شديدا، وقال بعضهم لبعض: من ترى هذا؟ فإن الريح والبحر يطيعانه. الابن والروح القدس الله الواحد امين. هذه معجزة من المعجزات الهامة التي صادفت حياة التلاميذ مع المسيح. وفي الحقيقة انبه ذهنكم أنه كما توجد أمثال لملكوت الله تقرأ يشبه ملكوت السماوات كيت وكيت، كذلك كل المعجزات هي معجزات لملكوت السماوات. فما ينبغي إطلاقا أن نأخذ مثل من أمثلة ملكوت السماوات ونحاول نحده لكي ما ينفعنا هنا فقط. الغاية والنهاية من أمثلة المسيح أن يرفع قلبنا وفكرنا وسلوكنا إلى ملكوت السماوات، زي ما صادفنا في أحد الأنجيل السابقة لما قال يشبه ملكوت السماوات إنسان أخذ قمح وزرع في الأرض وذهب ونام، وشرحناه وطبقناه في حياتنا. كذلك في معجزة الخمس خبزات والسمكتين، دي معجزة ملكوتية بلا نزاع، لأن بعد ما وزع الخبز ابتدى يوبخ بعض الناس اللي جيل وراه علشان ينتفعوا بمسيرتهم وراء المسيح، لأنهم ضمنوا أنهم يأكلوا خبز مجانا. فقال لهم: لا تطلبوا الخبز البائد، ولكن اطلبوا الخبز الباقي للحياة الأبدية. وبعدين قالوا له: طيب ادينا مثل أو آية، أباءنا أكلوا المن اللي نزل من السماء، موسى أعطاهم. قال لهم: لا. وبعدين قال: أنا هو الخبز الحي النازل من السماء. فطبق أو فسر معجزة الخمس خبزات بأنه هو الخبز الحقيقي، وأن المعجزة دي بتكشف مضمون الصانع، مضمون صانع أو جوهر صانع المعجزة، فهو الخبز المشبع، خبز السماء. وخبز السماء زي ما عرفناه هو الجسد والدم، والجسد والدم سر من أسرار الملكوت، مش سر من أسرار الحياة الزائلة أبدا. ما بناكلش الجسد ونشرب الدم لكي نتنشط أو نتقوى أو نشفى جسديا أو نعيش أصحاء في هذا الدهر، ولكن بنأكل الجسد ونشرب الدم لكي ما نكون مؤهلين للحياة الأبدية. كل من يأكل من هذا الخبز ويشرب ينال الحياة الأبدية. كذلك هنا أيضا في الحقيقة هذا المثل يعتبر من الأمثلة المهمة جدا في حياتنا، وخصوصا في التأمل اللي احنا بنسير عليه خطوة خطوة، اللي هو في ارتحالنا على طريق ملكوت السماوات. وإذ نصوم في هذا الموسم بينكشف لنا أكثر فأكثر كنه أو ماهية السفر إلى ملكوت السماوات، وخصوصا إذا كان بيتبع الصوم نسك حقيقي وصلاة حقيقية وصمت وتأمل كثير في النصيب المعد. يبقى الصوم في الواقع
بقى المجال الحي اللي عليه أو فيه بنتحرك تحرك سليم نحو ملكوت السماوات. في معجزة اليوم كلام كله بيضرب لبعيد، عاوز واحد يكون عنده قلب واسع وفكر واسع علشان يقدر يستطعم هذا الكلام السري العجيب في هذه المعجزة. في السكة كده وانا بنتكلم هفسر، لان مش من السهل ان انا امسكها وافسر بتدقيق لان الوقت مش في صفنا. وقال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء، يعني هل المساء ده جه كده يعني؟ لا، ده محطوط بردك، او المعجزة وضعت باعتبار خاص. يعني هقول ونحن نسير في ظلمة هذا العالم، او حينما تداهمنا او يداهمنا ليل النفس، ياما في مسيرتنا على الارض بيقابلنا ضيقات وبيقابلنا ظلام. فهنا المثل جاي محطوط باعتبار خاص. في ذلك اليوم لما كان المساء قال لهم لنجتاز الى العبر. هم كانوا في بحيرة جنسارت، ولسه لغاية الوقت البحيرة دي موجودة في إسرائيل، والمدينة على الحافة بتاعتها اسمها مدينة جنسارت. وجنسارت يعني هي كلمة مختصرة عبرية، كلمة عبرية جنسارت يعني جنينة مسرة للعينين، جنينة فيها سرور، جنسارت مضغومين في بعض يعني الفردوس المحبوب. فصرفوا الجمع وأخذوه كما كان في السفينة، يعني ما رجعوش تاني على الشاطئ، مشوا على طول. وكانت معه أيضا سفن أخرى صغيرة. فحدث نوء ريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، وفي إنجيل متى حتى صارت تغرق. فحدث نوء ريح عظيم، طبعا مش جاي اعتباطا، عاوز يوري منتهى العنف في الطبيعة حينما تظهر وجهها المعادي للإنسان، بيبقى عداوة هائلة بصورة لا يمكن نتصورها. احنا هنا في البرية في الصحراء بنشوف احيانا عواصف رملية مزعجة، ولكن اللي بتبقى في المناطق الاكثر قرب من البحر بتبقى اكثر عنف، لدرجة ان زي ما بتسمعوا بتقتلع الاشجار، بتوقع البيوت، الريح بتوصل سرعتها 170 كيلو في الساعة، بتعمل فيضانات وتموت، تقلب مدن بحلها. في الحقيقة الانجيل هنا عاوز يورينا صورة من الطبيعة الغاضبة، او مش الطبيعة الغاضبة، في الحقيقة عاوز يورينا ان الطبيعة حينما تصير عدو للانسان، او يمكن اكتر شوية يعني، بس دي مش هيقبلها العقل الغربي ابدا، احنا كشرقيين نقدر نقبلها. عاوز يورينا الانجيل صورة من صور لمسات الشيطان حينما يدخل في الطبيعة ويجعلها تقف قبالة الانسان كعدو مريح. عاصفة سماها نوء، وانتوا عارفين النوة، واللي عاش على البحر يعرف ايه النوة وايه الفظاعة بتاعتها، بترفع الموج 6 متر 7 متر لفوق، 10 متر. حدث نوء ريح عظيم، فكانت الامواج تضرب الى السفينة حتى صارت تمتلئ. لمسة من لمسات الشيطان. المرة اللي فاتت، المرة اللي قبل اللي فاتت، تكلمنا عن الشيطان اللي ركب انسان وجعله اخرس من طاش، وطبعا يا عذاب هذا الانسان ويا عذاب اهل هذا الانسان. هو يمكن ما بيحسش، انما الاهل بتوعه كانوا عاملين ايه. فادي الشيطان لما يخرب داخل النفس، انتهروا المسيح فخرج الشيطان وصار الاخرس يتكلم. هنا مواجهة عجيبة جدا، ان المسيح بيواجه الشيطان وهو ممتلك النفس البشرية. هنا بقى في انجيل النهاردة بيواجه الشيطان وهو ممتلك ناصية الريح والبحر.
مش هو رئيس هذا العالم رناء قبل كده؟ مش هو قال للمسيح قال له تتعب نفسك ليه على الصليب؟ اسجد لي وانا اديك كل ممالك العالم لانها قد دفعت الي وانا لي سلطان ان اعطيها لمن اشاء. في الحقيقه دي صوره واقعيه وان لم يقبلها العقل الغربي وكل الشراح الغربيين رفضوها ان الشيطان يستطيع انه يدخل في الطبيعه، ولكن دي حقيقه زي ما بيدخل في الانسان برضك العقليه الغربيه بترفض امكانيه دخول الشيطان في الانسان، ولكن ده شيء انا شخصيا ادرك صحته وواجهني في حياتي في اخذي للاعترافات او في مواجهه الشيطان اللي في بعض النفوس، وسمعته بيتكلم وينطق واستطعت ان نخرجه فصار الانسان سليم في الحال ما فيهوش اي مرض بعد ما كان يشكو من امراض عده. فبكده ايضا بيستطيع الشيطان ان يدخل في الطبيعه ويجعلها عدو للانسان، وهيبان لنا بعد كده. وكان في المؤخرة على وسادة نائما، طبعا نائما ديا تمادي في الإنجيل لوصف هدوء المسيح ووثوقه من حفظه وعنايته للتلاميذ. طبعا هو ما كانش نائم يعني البانوء المريع ده والرياح المريعة دي والسفينة طلع نزل عمالة تخبط، هو بس مريح راسه وشايف كل حاجة وحاسس بكل حاجة. لأن طبعا يعني لو ناخد بقى في الإحساس التصوفي المستيكي يعني نلتقي إن الآية بتقول إنه حافظك حافظ إسرائيل لا يغفل ولا ينام. فإن كان قد نام المسيح، وأنا أشك إنه كان نام بمعنى النوم إنه بيغط في نوم ونوء فظيع بالشكل ده والمركب بتغرق، لأن يعني نوء والمركب بتغرق معناها المية بتلطش في كل حتة، بقول لك وكانت تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ. فأيقظوه وقالوا له يا معلم أما يهمك أننا نهلك؟ هنا في خشونة خشونة خشونة، ولكن خشونة التلاميذ بالنسبة لمعلمهم. يا معلم أما يهمك أننا نهلك؟ فيها إحساس، فيها شيء لمسة من لمسات التوبيخ، أو بمعنى بلدي يعني بتاعنا يبقى أنت نايم وإحنا بنموت. في إنجيل القديس متى خففها، مين اللي كاتب الإنجيل ده؟ القديس مرقس، وكاتبه على لسان شاهد عيان ناشف خشن بطرس الرسول. بيكتب الكلمات كما سمعها من فم بطرس الرسول. بطرس الرسول يبدو هو اللي قال الكلام ده، هو اللي قال للمسيح الكلام ده، لأنه طبعا مندفع وشاف ذعر التلاميذ وشاف المنظر المريع والموت في مواجهة بالنسبة ليهم. فصح المسيح قال له انت مش همك ان احنا بنموت ولا ايه؟ انجيل القديس متى بيقول ايه؟ يا سيد، مش هنا معلم، هناك يا سيد نجنا. خففها قوي، خففها خالص خالص خالص، نجينا اننا نهلك. ولكن هنا بوضعها الخشن الناشف اللي حدث بالحرف الواحد، وقال له يا معلم اما يهمك اننا نهلك؟ في الحقيقه ولو انه فيها شيء من العتاب للمسيح، ولو ان فيها صراخ وذعر، ولكن مش تلاحظوا معايا ان فيها لمسه ايمان صغيره؟ والا ما كانوا يشرحوا له. لو ما كانش في ايمان بان المسيح قادر ان يصنع شيء، طب وكانوا يروحوا له ليه؟ كان يسيبوه نايم وهم عمالين يحروسوا بس ويغرقوا او ينجوا، ولكن راحوا له وصحوه وقالوا ده احنا بنغرق. في انجيل القديس متى مش تخفيف عنف الكلام، لا ده اخراج مضمون احساس التلاميذ، لانه غالبا متى الرسول كان واحد من
اللي في المركب كشف مضمون نية التلاميذ لما كانوا بيصحوه، نجنا يا سيد نجنا. فهنا الآية دي ولو أنها جت مقتضبة فيها شيء من الخشونة، القديس متى جه كملها، وهذه قيمة الأناجيل الأربعة، كمل الآية دي بأنه كشف مضمون نية التلاميذ وهم بيصحوا المسيح. صحيح في عتاب، وصحيح بيقولوا له ان احنا هنهلك، ولكن في دعوتهم له وفي استغاثتهم بالمسيح في لمسة ايمان لا نستطيع ان نهملها. فقام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت ابكم، فسكنت الريح. في الحقيقة هنا هو اللفظة دي بتكشف على طول انه مش بيتكلم مع الطبيعة، هيقول للريح اسكت. ده كان يعمل بيده، لو كان الريح ريح كان يقف كده يبص في السماء ويعني كأنه بيصلي ويعمل ايده للريح كده تقف، اذا كان بيواجه الطبيعة كطبيعة. ولكن هو بيواجه الحركة الشيطانية اللي ورا الطبيعة دي علشان تزعج التلاميذ، او كان بقصد انه يؤذي المسيح نفسه الشيطان. فهنا عاوز أنا نبه، احنا دلوقتي ماشيين على الطريق ودي مسيرتنا نحو الملكوت، بقول لكم المعجزة دي معجزة ملكوتية، القصد منها فتح عينينا على ما سيصادفنا في الحياة تماما كده. في ليل العالم المظلم سنجد فجأة مركب حياتنا في التراب عظيم جدا، وفي داخلنا قلق وخوف وذعر وشكوك أعنف من الريح. الريح يا أخي، الريح بتاخد لها يوم وتسكت، يومين وتسكت برملها بغمها أو بالبحر بعنف البحر. ولكن ده أحيانا الإنسان بتواجهه العواصف دي والضيقات الداخلية دي وتقعد يوم وعشرة وعشرين وثلاثين وشهر واثنين وخمسة وعشرة وسنة واثنين، والريح لا تريد أن تسكت عنف. ففي الحقيقة هنا عاوز أنبه ذهنكم أن القصة دي أو المعجزة دي معجزة تخص صميم حياتنا في هذا الدهر، كانتقال بننتقل من وضع لوضع. هنا هو في أيام الزعازة، في ليالي الظلمة، في أيام حزن وقلق واضطراب للنفس أو للكنيسة ككل. ولكن ما ننساش يا أبهات في الحقيقة لو نرجع للكلام تاني هنرتاح. فصار وقال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء لنكتز إلى العبر، برتك فيها اللمسة المستيكي التصوفية الواضحة، لنكتاز إلى العبر يعني هنعبر، نعبر هذا الدهر، نعبر البحيرة واحد. فصرفوا الجمع وأخذوه كما كان، يعني زي ما هو كده خذوه، أخذوه في السفينة. شوفوا 100% السفينة دي كانت مآلها إلى الغرق، والتلاميذ مآلهم إلى الهلاك لما كانوش خدوا المسيح معهم. لأن انت شايفين الإيمان بتاعهم، هو صحي وقال لهم بقى كده يا قليل الإيمان، ووبخهم جدا. بس لسه هنجلها. ولكن أنا بتصور المسيح مش في المركب، والنوء المريع ده والأمواج الهائلة دي، طب ما هتغرق، تغرق 100% هتغرق، وياما مراكب غرقت، وياما نفوس تحطمت على صخرة الشك أو من عنف الاضطهادات والضيقات أو من عنف ضربات العدو في الجسد أو مهاجمته من خارج الجسد، من ناس الأشرار، من الأعداء. مين يقدر يقف؟ مستحيل. يعني صحيح احنا شفنا الشيطان في انجيل سابق انه باع لزبول وباع لزبوب، بمعنى ذباب، يعني نوع من التحقير للشيطان انه اله الذباب. وشفنا ان في التقليد الابائي دايما يخففوا من عنف الشيطان، يقول لك ابدا ده الشيطان ده زي الدبانه تنشه كده يطير. وطبعا رينا في البستان ان كان بيعاكس ماكسيموس القديس ماكسيموس على هيئة ذباب، بيحط على عينيه وبيحط على وشه عشان يحاربه.
ولكن لا، ده مش هو الدبانة أبدا. هل أنتوا شايفين؟ استطاع أن يخلي الطبيعة جحيم، خلى الريح جحيم وخلى البحر جحيم، ولكن مين ده؟ مين ده قصاد المسيح؟ وانتهر الريح. كلمة انتهر هنا ما بيقولهاش المسيح أبدا إلا إذا كان يا إما اللي قدامه شيطان، يا رب شيطان. فانتهر بطرس وقال له اذهب عني يا شيطان. شوفوا، تجاوز شخصية بطرس اللي قدامه ووجه الكلام للشيطان. هنا انتهر بطرس أبدا، ده انتهر الشيطان، لأنه اذهب عني يا شيطان ده بيتكلم مع الشيطان اللي استولى على عقلية بطرس الرسول خوفا وهلعا من الصليب والموت، ويبقى مالوش نصيب بقى في الملك المعد والعظمة والحاجات اللي كان بيحلم بيها. فالانتهار هنا بيوري، بيكشف سر الطبيعة لما استولى عليها الشيطان وحولها إلى جحيم. وبعدين مش بس انتهر الريح، وقال البحر اسكت، ومش اسكت وبس، ابكم اخرس. ابكم دي كلمة يعني لغوي أوي بس مش جايب حتتها، ده اخرس في اللغة العبري، اللغة اليوناني اخرس. وبعدين اللي يدل تماما انه مش بس طبيعة، ده الطبيعة هي اللي تتحرك ولكن وراءها عنصر الشر، ان ايه حصل؟ فصار هدوء عظيم في الحال، في الحال. هنا في الحقيقة المسيح بينكشف، بينكشف يعني انه هو اله الطبيعة، لان مش ممكن الطبيعة تسمع لحد الا لخالقها، يستحيل. او اذا كان انسان فيه قدره زي ايليا ان يقول السماء لا تمطر فانقفلت السماء ولا تمطر، ده صلى. ايليا كان مثلنا تحت الخطيه، ولكن صلى صلاه، وكلمه صلاه دي يعني صلاه معتبره، فاستجابت السماء واتقفلت وما نزلتش مطر في ايام اخاب. أما المسيح هنا فما حدثش، ما سمعناش لا قبل ولا بعد أن يقف واحد وينتهر الريح ويقول للبحر اخرس فيقف في الحال. لولا أنه هو رب الطبيعة مش كده وبس، أرجو تتأملوا معايا شوية كده، أن الطبيعة بتستمد حركتها وسكونها منه. يعني يا رب الطبيعة يعني يقولك الله، الله كائن في كل مكان. يعني ايه كل مكان؟ يعني كقوة مسيطرة على الذرة اللي موجودة جوه بطن الصخرة في بطن الجبل او في اعالي السماء في الشمس او في النجوم او في اي مجرة من المجرات او في النبات او في اي جسد او في اي جسم. الله موجود كائن بقوته، قوته الايه؟ الضابطة. الله ضابط الكل، بانتوكراتور يعني حاكم، مش ضابط بس، حاكم الكل، حاكم الكل، حاكم بإيه؟ بقوته. فالله قائم موجود في الخليقة كلها بقوته. المسيح هو الخالق، الكلمة كلمة الله الخالقة. ففي الحقيقة العلاقة ما بين المسيح والطبيعة علاقة في فوق العقل، بس مش عايزين نغلط ما نقولش كيانية، لأن العالم ما بيستمدش يعني ما هوش جزء من المسيح، لا، ده يفضل المسيح هو الإله الخالق والعالم ده إلى زوال ما هوش خالد، إنما هي قوة الله اللي ضبط الخليقة. وزي ما تعرفوا أو بعضكم يعرف إن العالم ده كله بينتهي في التحليل إلى ذرة، والذرة لما فكوها بقت عبارة عن قوة، مجرد قوة. تعرفوا إن الذرة لما بيفجروها بتبقى قوة قنبلة، والعجيبة إنهم لما فكوا النواة النيترون اللي جواه فكوه، مش بس صار قوة، سجلوا القوة دي بصوا لقوا إنها عبارة عن عدد، بتنتهي إلى عدد، رقم، رقم من الذبذبات ينتهي وخلاص. فقال فين المادة؟ فين المادة اللي كانت ناشفة؟ لا، ده دي عبارة عن قوة ما فيهاش وجود، قوة بس. لما بتتحل المادة بتبقى قوة، والقوة دي إيه مضمونها وجوهرها النهائي؟ رقم. ذبذبة بتتغير على مدى واحد على كذا ألف من السنة وخلاص، رقم.
وينتهي وما فيش حد يقدر يعد الرقم ده. لا يوجد عقل في العالم يقدر يعد الرقم بتاع ذبذبة القوة الخارجة أو الناتجة من القنبلة الذرية. تقدروا تصوروا معايا بقى يعني إيه في الآخر خالص؟ يعني العالم ده عبارة عن قوة الله مضبوطة كده، ضبطها مضبوطة، فالذرات تكونت والذرات تحجرت والحجر في الحياة أعطى الحياة المسيح الله في الماء وللنبات وللحيوان وبقت الدنيا دي كلها. ولكن في الآخر بالنهاية ستصير أيضا إلى الله، يعني العالم الخليقة دي كلها ستصير على ما سيفضل غير النفس البشرية، النفوس المخلوقة على صورة الله. أما الطبيعة فستصير إلى قوة، قوة مضبوطة برضك بإرادة الله. فكون ينتهر الريح ويهتف للبحر أن اخرس إبكم، بيوري العلاقة السرية اللي بتربط المسيح بالطبيعة بالكون. أمتد بذهنكم لصورة قديمة علشان أبرأ المسيح من انتهار للتلاميذ بعد كده، لأنه إيه؟ قال لهم يا قليل الإيمان، ما بالكم خائفين يا هكذا يا قليل الإيمان. في حتة تانية يا قليل الإيمان، في الحقيقة لو كنت موجود كنت خفت وارتعبت قوي قوي، ده موت. وليه قال لهم كده؟ في الحقيقة هنا بيضرب لبعيد المسيح، لأن مش أول مرة هو يعمل معهم معجزة، وهو نايم معهم يعني خلاص كان لازم يكون عندهم ثقة، ومش بس ثقة فيه، ثقة في الله اللي وره لهم عدة مرات، وره لهم أن الله بيحبهم ومعهم. ولكن أكتر من كده، تفتكروش معايا هم طالعين من مصر وفرعون بيجري وراهم، قصة البحر الهايج وقصة الرياح العاتية هي هي. فهو اللي بيكلمهم دول التلاميذ شعب إسرائيل، فهم خارجين من مصر وراحوا وصلوا لغاية فم الحيروث اللي هو حتة جنب السويس، وبصوا لقوا قدامهم بحر، وسمعوا لقوا فرعون جاي من وراه. صرخوا لموسى قالوا لنا كنا متنا في مصر، ما نموتش كده بين البحر قدامنا والعدو ورانا. قال لهم ما تخافوش، اسكتوا وانتظروا شوفوا ربنا هيعمل معاكم اليوم ايه. فصرخ لربنا قال هات عصاتك والمس البحر، فجاب العصايه بتاعته لمس البحر. اول ما لمس البحر انتبهوا ليه، قامت ريح شرقيه عنيفه جدا، شرقيه يعني جايه من سينا داخله على مصر، يعني هم طالعين كده والريح جايه في وشهم كده، والبحر راح مفلوق نصين. والايه اللي في المزمور بيقول لك ايه؟ انتهر بحر صوف فيبس وعبرتهم في اللجج كالبريه. بحر صوف اللي هو البحر الاحمر يبس وعبر شعب اسرائيل على قاع البحر، واللي بنصليها وبنسبح بها كل ليله، عدوا على الباب والصخور وعبروا البحر اهو والرياح اهي. فمش اول مره البحر يهيج بيقول لهم، ومش اول مره الرياح تشتد، ولكن كانت في عنف عنفوانها، وانا نجيت شعب اسرائيل، او شعب اسرائيل نجا. كمان عاوز يشير الى ذاته، هو مين اللي فلق البحر ومين اللي جاب الريح ومين اللي عبرهم؟ ما هو الله. فالمسيح هنا بيكرر نفس الحادثه، زي ما اكلهم الخبز من خمس خبزات اشبع 5000 ويزيد عشان يذكرهم بالمن السماوي، كذلك هنا ايضا حب يعمل المعجزه دي قدامهم عشان يقدروا يوزنوا ما بين المسيح اللي قدامهم وما بين يهوى الاله العظيم الكائن الذي يكون، ده اسمه اللي عرفوه به. كيف اخرجهم من شعب من وسط مصر من ارض الخطيه وعبر بهم الى البريه؟ بس انتبهوا لي، هو البحر كان ليهم ضحكه والرياح العاتية كانت تسلية وعبروا. واللي مش مصدقني يسأل مريم وتدف في أيديها واخد بالك، وعمالة ترقص وتسبح برب المجد قد تمكن. طب فين البحر المخيف يا مريم؟ قالت من فلق، فين الرياح العاتية؟ عدينا على رجلينا وعبرنا. ولكن البحر ظل مخيفا ومرعبا لفرعون وكل جنوده، والرياح غطت البحر مرة أخرى العاتية ومات فرعون وكل جنوده.
فواسطة الموت صارت واسطة حياة. البحر والرياح كانت مقبرة لفرعون وكل جنوده، وكانت جناحين مفرودين، الله شال شعب إسرائيل عليهم وعبر البحر. فهكذا يا أحبائي، كل مخاطر هذا الدهر، كل أتعاب هذا الدهر، وخصوصا التي يضاعف الشيطان في وجهنا، وخصوصا إذا كانت فوق الاحتمال، أي تحدث فينا الذعر إياه والخوف للدرجة اللي احنا نقف فيها ولازلنا نقف فيها بسبب ضعف إيمانه، ونقول له أما يهمك أن احنا نهلك؟ هو أنت يا رب سيبني كده أموت؟ ما تنقذني وتنجيني، كن معي، شددني يا رب، أنا لوحدي، أنا ضعيف. كل يوم بنقولها وبنصرخ، والكنيسة كل يوم بتقف وتصرخ قدام الله حينما تواجه العنف والاضطهاد والضيق بتاع العدو المصطنع. بتقف تصرخ أما يهمك الله، يا الله، أن احنا بنموت أو بنهلك. في هذه صورة من صور ضعف الإيمان الذي لازلنا نعيش فيه، واللي أحب المسيح أن يرفعه عننا. لاحظوا في الآخر بيقول لهم كيف لا إيمان لكم، رجع التوبيخ اللي ادهوله ردوا لهم. يا رب، أما يا معلم، أما يهمك أن احنا نهلك؟ ده سؤال استنكاري توبيخي. رد لهم السؤال التوبيخي الاستنكاري تاني تماما المساوي، يا قليل الإيمان، أو كيف لا إيمان لكم، أو قال لهم ما بالكم خائفين هكذا، كيف لا إيمان لكم، أو في إنجيل متى يا قليل الإيمان. حطوا الاثنين قصاد بعض. يا معلم، أما يهمك أن نهلك؟ قال لهم ما بالكم خائفين هكذا، كيف لا إيمان لكم. ديا معيار، ده نور كده، ده معيار، ده تتكتب منشتة وتتحط قدامنا على الحيطة وعلى المكتب وعلى وإحنا نعصبها ونحطها في وسط عينينا، إن ضيقات الحياة ولو وصلت إلى الاضطراب الذي صادف التلاميذ في بحيرة جنسارت، والرياح العاتية التي كادت تقلب السفينة وتغرقها، دي قصة حياتنا كل يوم. بس المسيح في المركب، شئنا أو لم نشأ المسيح في المركب، المسيح جوه الكنيسة التي نتبعها، ده وعد منه مش طلب مننا. ما تقولوش خليك معايا ما تسيبنيش يا رب، ما هواش قد كده بسيط عشان يطيعك، ولكن قبل أن تسأل هو يستجيب ويعطي أكثر مما تطلب. هو في السفينة، هو في الكنيسة، هو معك، هو داخل قلبك. أنا معكم كل حين وإلى انقضاء الدهر. خلاص، حقيقة لا يمكن الشك فيها أو التخلي عنها. فإن كان الرب في حياتنا، وده أكيد ومية والمية، مش إن دي لازم إن دي تنشال الشرطية دي، المسيح في حياتنا، كيف نضطرب؟ كيف نخاف؟ كيف نجزع؟ إن كان ليل أو ظلمة أو شيطان أو عنف أو عدو من الداخل أو من الخارج. في الحقيقة هنا المسيح بيظهر كإله الطبيعة وكرب للإنسان. يعني الطبيعة التي نعيش فيها وتواجهنا بعنفها، الله يضبطها كما يضبطنا. مرة قابلني ديب فخفت ولف حوالين المغارة اللي كنت عايش فيها وقعد يعوص على الباب بره، فخفت وارتعدت فرائصي زي ما بيقولوا أكتر من التلاميذ 100 مرة، وطار النوم من عيني، وقعدت على المصطبة كده هون صحيح، وهو كل شوية يروح ويجي ويزوم ويعوي على باب المغارة، وباب المغارة حتة خشبة مش مسكوك. وبعدين ما ارتحتش في الآخر إلا لما قلت الله، هو إله الديب ده مين؟ ما هو يسوع إله الديب، هو إلهي، إحنا الاتنين سوا تحت طاعة الله.
هل ممكن الديب يجي ياكلك من غير ما يقول له المسيح روح كله؟ خلاص ان كان يا ديب ربنا قال لك كلني تعالى كلني ورحت ونمت على المستوى ودخلت في النوم ورحت قمت الصبح لقيت الجره بتاعته بس وخلاص. فغايه ونهايه كل اضطراب وانزعاج يقابلنا في الحياه الرد عليه سؤال واحد، هل الله موجود؟ نعم موجود. هل الله قادر على كل شيء؟ قادر على كل شيء. هل الله يحبني؟ 100%، وإلا ما كانش مات من أجلي. فإن كان الله هكذا معنا، وإن كان الله قد تولى رعايتنا وعنايتنا وقال لا تخافوا البتة أنا معكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا به، فإن كان الله هكذا بوعد إلهي إنه معانا كل الأيام والانقضاء ده، وإن كان هو يسكن في مركبتنا ككنيسة أو كنفس، فماذا يهم بعد ذلك إن كان العدو يضرب في الداخل أو يضرب في الخارج؟ لنا إله هو رب الطبيعة، هو الضابط لكل قوة، لأن يعني من ضمن الأشياء المفرحة والمعزية للإنسان أن المسيح لما قام من الأموات طلع قدام التلاميذ كده، طلع كده وارتفع لغايه ما وصل للسماء فوق، فتم القول اني وضع اعدائه تحت رجليه. ما هو كل الارض بكل اعداء الانسان بصوا كده لقوا المسيح طالع فوق رجليه، هي اللي في مواجهه للارض كلها، ففعلا وضع اعدائه تحت رجليه تحت قدمي، وايه ارتفع ايه فوق كل سياده وكل سلطة وكل رئاسة وكل اسم يسمى في هذا الدهر وفي الدهر الآتي أيضا فوق الكل. ليه؟ عشان إيه؟ عشان يملأ الكل سلام. فهو إن كان هو قد صار فوق كل رئاسة وسلطان، طبعا من ضمن أو الكلام اللي بيتقال على الرئاسة والسلاطين دول هما الشيطان، رئيس جند الهواء، سلطان الهواء، فإن كان قد أخضع الله الشيطان وكل جنوده تحت رجلين المسيح، وإن كانت الطبيعة كما رأينا اليوم مخضعة بكل قوتها وعنفها وعظمتها بكلمة الله تقف في لحظة، وإن كان الشيطان كما رأيناه يصرخ ويخرج من الأجساد اللي ارتاح جواها بكلمة من المسيح، كيف نخاف؟ كيف نضطرب؟ كمان أحب كنقطة أخيرة أصور لكم المعجزة دي أيضا بتصوير جميل بهي، أن في الحقيقة مش بيشفي أجسادنا وبس، يعني بمعنى أن الفداء الذي أكمله المسيح عنا لا يمت فقط إلى الجسد والنفس اللي بتعذب من الشيطان أو بيعذب الجسد من الأمراض، ده أيضا مفعول ساري في الطبيعة كما قال بولس الرسول أن الخليقة تئن وتتمخض معا منتظرة تبني فداء أجسادنا. ليه؟ لأنها أخضعت إلى الباطل، بيقول كده أخضعت إلى الباطل، ليس طوعا مش من نفسيها ولكن من أجل من أجل آدم الذي أخضعها بسقوطه، لما سقط آدم انفكت الطبيعة من تحت سلطان آدم وصارت تحت سلطان الشيطان. هنا مرة أخرى تعود الطبيعة إلى حظيرة المسيح بقوة وجبرؤوت، بمفهوم أن هذه الطبيعة سوف تعتق أيضا، لأن العنف اللي شفناه ده لمسة من لمسات الشيطان، سوف يتخلى الشيطان مرغما ومجبرا عن كل سلطة له على الطبيعة، وتصير الطبيعة صديقة للإنسان. ولربنا المجد دائما أبديا آمين. قراءة في كتاب بستان الرهبان وتعليق لقدس أبينا الروحي. وكان القديس أنطونوس يوما جالسا في قلاتي فأتت عليه بغتة روح صغر نفس وملل، هذه هي سنة الطريق وكل إنسان عابر فيه لابد أن يواجه الصعوبات، كل طريق له صعوباته، أما الطريق الضيق فله صعوبات لا تنتهي، وبقدر كثرة الصعوبات والضيقات تكون التعزيات وتكون النعمة من الله. فلما أتته الحيرة
وضاق صدره بدأ يشكو إلى الله ويقول: يا رب إني أحب أن أخلص لكن الأفكار لا تتركني، فماذا أصنع؟ وقام من موضعه وانتقل إلى مكان آخر وجلس، وكأنما الانتقال من مكان إلى مكان يريح النفس. وإذا برجل جالس أمامه عليه اسطوانة متوشح بزنار صليب مثل الإسكيم على رأسه كوكلس شبه خوذة، واللي هي الطائية اللي برفرف، وكان جالسا يضفر الخوص. وإذا بذلك الرجل يتوقف عن عمله ويقف ليصلي، وبعد ذلك جلس يضفر الخوص، ثم قام مرة ليصلي، ثم جلس ليشتغل في ضفر الخوص، وهكذا. أما ذلك الرجل فقد كان ملاك الله أرسل لعزاء القديس وتقويته، إذ قال لأنطونيوس: اعمل هكذا وأنت تستريح. ومنذ ذلك الوقت اتخذ أنطونيوس نفسه ذلك الزي الذي هو شكل الرهبان، وصار يصلي ثم يشتغل في ضفر الخوص، وبذلك لم يعد الملل يضايقه بشدة، فاستراح بقوة رب يسوع المسيح له المجد. وهكذا هو رأس الرهبنة، ومنذ أول يوم يرشد الملاك إلى أن العمل اليدوي والجهد الجسماني جزء لا يتجزأ من العبادة اليومية للراهب، وهو الذي يبعد عن الإنسان الملل.